مش بقول لك تشترك معنا في التنظيم، احنا ما عندناش تنظيمات، بس على الاقل في درس علم ممكن تحضره وتستفيد بيه. يلا يا اخوة نبدأ درس اليوم. زي ما قلنا في الجلسات السابقة، أستاذنا سيد قطب تناول النظريات الاجتماعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز تنزل؟ موتني الأول. استهدي بالله، بلاش شغل العيال يا فضل. وهو مش شغل عيالي انك تنزل وتروح المظاهرة وانت عارف انهم مش هيرحموا حد النهاردة؟ ايه عايز تموت نفسك؟ مش كفاية ولادي اللي واحد فيهم محبوس والتاني هربان؟ اعمل ايه بس يا ربي يا حسنك يا فاطمة؟ يعني يا ستي مين قالك اني نازل رايح مظاهرة؟ انا نازل رايح اصلي الجمعة، هتمنعيني من صلاة الجمعة؟ لا انا سمعتك امبارح وانت بتتوشوش مع فريد صاحبك وبتتفقوا انكم تطلعوا على اسكندريه وتصلوا في جامع القائد ابراهيم وبعد كده تمشوا في المظاهره اللي طالعه من هناك. يتوشوش يا حمادي؟ ما انت سمعت المكالمه كلها اهو. انا ما اقصدش يعني، انا قصدي لطه في الجو وحاجات كده. لا يا اخويا اسكت احسن. بقول لك يا بابا، ما بلاش فريد اسكندريه دي، صلي هنا. واكيد في رشيد مظاهرات هتطلع، اطلع معاهم على الاقل تبقى قريب مننا. لا ما هو ما فيش مظاهرات خارجه من رشيد النهارده. مش دي بركة المشايخ بتوعك اللي حرموا مشاركة الناس وفهموهم ان دي فتنة وخروج على الحاكم؟ طب يا اخي ازعلوا على زمايلكم اللي اتحبسوا في امن الدولة وفيهم اللي اتقتل زي سيد بلال وعاصم زميل محمود. لا اله الا الله، انا مال انا بالكلام دوت بتقوله لي ليه؟ وبعدين انا اصلا الاخوة مقاطعيني بقالهم فترة. خلاص تعالى معايا اسكندرية. لا مش جاي، انا اصلي سايب العيال لوحديهم مع هدى في البيت. اخص عليك، الله يكسفك. انت مش مكفيك اللي حصل لولادك؟ عايز تضحي بنفسك وتاخد جوز بنتك كمان؟ جرالك ايه يا عبد الناصر؟ بقول لك ايه، انا طول عمري مستحملاك، لكن الحبس والاعتقالات حاجه وانك تودي نفسك للموت برجليك حاجه تانية. يا ست لا موت ولا حاجه، ده كلام بيخوفوا به الناس. واحنا هنعمل ايه يعني؟ هنعبر عن راينا وخلاص؟ هنصرخ بعلو صوتنا بدل ما احنا سايبينهم يعذبونا ويموتوا فينا وساكتين؟ نزولي النهارده انا واللي ظلم زي في البلد دي هو اللي هيرجع عيالك يا فاطمه. انجز حر ما وعد. كتر الف خيرك يا دكتور. ايوه يا اما، ازيك يا اما؟ وحشتيني، اخباركم ايه؟ طمنيني. الو الو، هتصل تاني معلش. اتصل اتصل. الله ده مفيش شبكه خالص، بس هو في ايه؟ مش عارف، يمكن الشبكه راحت مع انها قويه جدا هنا. لا حول الله يا رب، ده ايه الحظ ده بس يا ربي؟ اصبر اصبر شويه، زمانها رجع. زمان امي هتتجنن يا دكتور. يا ريتني ما اتصلت، يا ريتني ما اتصلت. يا اخي احمد الله انك طمنتها عليك، دي تلاقيها كانت فاكراك موت. انت ما تعرفش امي، زمانها دلوقتي قاعده تضرب اخماس في اسداس، دي ست عيانه مش حمل اي خضه. طيب هنتصل بيهم ان شاء الله بعد صلاه الجمعه. يقولوا علينا ايه؟ عمالين نزغرط والبلد ولعة؟ سيبيها يا اختي سيبيها، ما هو فرح بنت اختها يمكن. افضحينا كمان، مش مكفيه سمعه ابونا واخواتنا، بتزودها الست هانم. عايزاهم يقولوا علينا ايه يا حبيبتي؟ واخدين فلوس من بره قد كده زي ما بيقولوا في التلفزيون، وعندنا اجندات خارجيه؟ اجندات ايه يا موكوسه؟ ما تسيبوا البنت تزغرط وتفرح، ده انتوا من باب اولى انتوا اللي تفرحوا باخوكم اللي الحمد لله طلع عايش. محمود طلع عايش، ده لولاش زوري وجعني كنت انا اللي زغرت. يا ما كان نفسي اطمن ابوكو، لكن اعمل له ايه بقى؟ اقفل لي الموبايل بتاعه بالعنيه طبعا عشان يستريح مني ومن الوش والزن بتاعي وهو شغال بقى هاتي هتاف لما يقول يا بس. بقول لك ايه يا ابله،
انت واضح انك عايزه تضايقي نفسك وخلاص. هو انت كنت شفت ابويا وهو قافل موبايله؟ على فكره الموبايلات والنت في مصر كلها النهارده شكلها عطلانه. انا بنفسي مكلمه شافع الصبح وقايل لي ان العيال قاعدين ومتضايقين وبياكلوا في نفسهم علشان الدي اس ال قاطع. الايه يا اختي؟ يعني النت يا خالتي. يعني النت يا خالتي. ده يا اختي الامله دي كلها وده ركبته امتى كفر للشر؟ من امتى يا اختي ابوكي بيصرف؟ بس يا بنت خراسي سيبيها، دي حبيبه قلبي، دي بقت كتت قلبي من جوه، وقلبي اتفتح لها من ساعه ما صحيت من النوم وفتحت عينيا لقيتها هي اللي قاعده جنبي وشايلاني، اسم الله عليها زي القمر. زغرتي يا بنت زغرتي ولا يهمك، بس بصوت واطي عشان الجيران اوطى. بس استنى انا اللي هرد. تعالي يا حبيبتي. الو. ايوه يا حسين. ايه ايه ازاي عايزه ايه؟ مش فاهمه انا يعني، ما اعرفش اقعد شويه مع امي؟ عايزه اطمن على الولية عيب كده. خلاص جاي اهو. لا في ايه؟ مش فاتحين التلفزيون. ايه؟ لا يا اخويا الجزيره قطع عندنا زي الموبايل والنت. ايه؟ وفي ناس كتير اتقتلت؟ الحقيقه يا امي بيقولوا لك محافظه اسكندريه اتحرقت والحزب الوطني اللي في مصر وناس كتير قوي اتقتلت. يا رب يا رب. امي تعالي افتحي التلفزيون بسرعه تشوفي ايه. طيب يا حسين انا جايه اهو. استنى عليك وعلى اخبارك. اقفل الله يقطعك. اه يا خوفي الا اليوم اللي الاقي فيه محمود يضيع مني ابوه واخوه. استرها يا رب. السياسيه وراء هذه التظاهرات غير. يهرب مين؟ مش ممكن طبعا، الواد ده اكيد بيخرف. ده اللي قاله لي الواد الجنايه وانا بستلم حصه التموين بتاعتنا من المغسل. بيقول ان محسن عرفه ناوي ياخد مبلغ وقدره على كل راس يهربها بكره. ليه يعني؟ هي سايبه ولا ايه؟ دي كانت تطير فيها رقبته هو اللي اتشدد له. مش معنى ان الناس حرقت الحزب الوطني او حتى حصه وزاره الداخليه ان الحكايه تبقى سبهلله كده. اهو الجيش نزل وكل الهوجه دي هتتلم بكره. انا حاسس ان الواد ده بينخع. اكيد ضارب له ترامادول وبيخرف. يعني هو لما محسن عرفه متفق مع المساجين انه يهربهم مش كان قال لنا؟ هو بيتعامل معانا دايما. وبعدين النهارده انا كنت معاه وخدت منه الموبايل، ما جابليش سيره الموضوع ده خالص. محسن عرفه مش عبيط، هو عارف ان احنا بالذات مستحيل في المنطقه دي. بس اللي فهمته من الواد الجنائي ان محسن قايل لهم ان في ناس بدو هتيجي بكره تهاجم ابراج الحراسه بالرشاط، وبعدين هيجوا بالوادر ويهدوا سور السجن، وانهم لازم ساعتها يستغلوا الفرصه دي ويخلعوا، بس اللي مش هيدفع العتاوه هيضربه بالنار. ايه الكلام ده؟ هو يعني هياخد ايه عتاوه؟ سجاير؟ هي الناس معاها فلوس عشان تدفع؟ بيقول ان هو بيقلبهم في اي حاجه، سجاير، فلوس، اجهزه، ده انا سمعت كمان انه بياخد عليهم وصلات امانه. ده ايه العبط ده؟ مش بقول لكم كلام مدمنين؟ يعني هم لو ما دفعوش هيروح النيابه يبلغ فيهم ويقول هربتهم وما دفعوليش؟ في دي عندك حق. تفتكر يعني الكلام ده ليه اساس من الصحه؟ مش عارف. عشان كده لازم نفكر كويس. طيب افرض يعني كان ليه اساس. عايزين نفكر هنعمل ايه ويبقى ايه موقفنا ساعتها. انا حاسس ان المعلومات دي متسربه لنا بالقصد عشان نقع في الفخ. ازاي؟ دي فرصه ذهبيه لنظام الطاغوت انه يخلص علينا. هم عارفين كويس ان المعارضه الحقيقيه اللي بترهبهم مش الشباب المراهق ولا احزاب امن الدوله، انما الناس اللي زينا اللي صبروا وصمدوا وكافحوا. عشان كده بيرمي طعم لعلنا نلتقطه ويتحمس احدنا او يتهور ونعمل تمرد جماعي ونحاول نهرب وميصفونا كلنا ويطلعوا للراي العام يقولوا له ان احنا استغلينا ظروف البلد اللي بتمر بيها وحاولنا نهرب. يا ولادي الابلسه، بتبقى خطه جهنميه.
عشان كده لازم ما نسمعش لأي إشاعات، ونظل هنا نصبر ونصابر ونرابط مهما حصل. المعركة اللي جاية لازم نبقى أنداد فيها لهذا النظام، ولازم ننتصر فيها بإذن الله. لن نترك أنفسنا لهم لقمة سائغة أبدا مهما حدث. لا ما انتش يا ام محمود، ما انتش هتخرج. اعتصام ايه اللي انت عايز تروح؟ الاعتصامات دي مش كانت بتبقى في المصنع؟ ايه اللي هيوديك في الميدان في عز السقع يا ام محمود؟ ما تعطلنيش، ممكن تموت وتنشف من البرد يا راجل. ومين اللي هيوديك المستشفى لو جرى لك اي حاجه؟ ده حتى بيقولوا مفيش مستشفيات. حرام عليك، قول بقى انك عايز تموت وتستريح مني. يا ست سيبينا اتوكل على الله. امشي 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 يا عبد الله، امشي وسيبني لوحدي. بعد عيالي ما راحوا مني انت كمان عايز تروح مني يا عبد الناصر؟ سيبني لمين يا عبد الناصر لوحدي؟ كده لا اله الا الله. ليه كده يا فاطمة؟ انت بتحسسيني كأن رايح الجبهة وانا رايح لوحدي. دول الافات ويمكن اكتر رايحين يعتصموا، وانا يا ستي مش هنام في الطل، هنام في خيمه مع زمايلي في المصنع، وفي اكل وبطاطين وكل حاجه، لمينا من بعض وعملنا حسابنا. طب ولو ضربوا عليكم نار؟ ما يقدروش، هم دول بيخافوا ربنا. ده انا سمعت ان ناس ياما ماتت امبارح، سمعتها في الجزيره. الوضع اختلف دلوقتي، الشعب كله نزل، ما يقدروش يقتلوا الشعب كله. متهيألك انت ما شفتش عملوا ايه في عيالنا؟ ما هو انا رايح عشان عيالنا يا فاطمه، افهميني، انا لازم اروح. انا عشت عمره كله احلم باليوم ده، وشفت الجيل اللي قبلينا بيحلم بيه ومات من غير ما يشوفه. ما اقدرش لما اشوف الشعب كله نازل يطالب باللي عشت عمري اطالب بيه، ويهتف عيش حريه عداله اجتماعيه، ابقى واقف اتفرج؟ ما ينفعش، انا لازم اروح. هو ده اللي هيحييني، لو قعدت جنبك هنا هبقى كاني عايش وخلاص. طب وانا هعمل ايه بقى من غيرك؟ ده بيقولوا حرقوا الاسام والظباط هربوا. ما تخافيش، حسين ورجاله الشارع قايمين بالواجب، واللي مش هيقدر يروح يعتصم هيشارك في لجان شعبيه. الشعب هيحمي بيوته وشوارعه، والناس مش هتخاف. هم عايزين يخوفوا الناس من الفوضى عشان ينخوا. الناس مش هتخاف. فاطمة ادعي لمصر يا فاطمة، دي آخر فرصة. ادعي لمصر ان ربنا ياخد بيدها، دي آخر فرصة للبلد دي انها تعيش وتبقى بلد بجد مش تكية. يا رب الطف بقى بعدك يا رب، يحميك يا مصر ويحفظك ويحمي ولادي وكل الشباب اللي زيهم يا رب يا رب. يا رب يا رب استرها، يحميك يا مصر ويحفظك. بسم الله الهادي، بسم الله الهادي، بسم الله الهادي. هتموت يا خاله، هتموت يا خاله. اوعى تخرج يا محمود، دول هيموتونا. احنا كده كده ميتين، اوعى. ما تسيبنيش يا محمود، يبقوا مالكوش دعوه بينا بعد كده، ومش مسؤولين عنكم انتوا اللي زيكم، احنا براء منكم. ايه ايه في ايه؟ انت الصور البدو بيضربوا نارها على ابراج الحراسه، المساكين بتقطع. مين ودك هنا؟ شيل على قلكم، دي مؤامره يا اخوه. لا يمكن نظام بالجبروت ده يصعد بالسهوله ديت. دي مؤامره، اننا لسنا جبناء ولكننا نختار معاركنا.
هنعمل ايه يا دروة؟ مش عارف، بس انا شايف ان دي فرصه عشان نهرب. مش جايز يطلع كلام الدكتور صح ويطلع ده فخ عشان يقتلوا اللي هيهرب؟ ايوه، لو عايزين يقتلوهم فعلا يبقى هيصفوهم وهم الله العنبر. لكن لو شاكك ان كلام الدكتور صح يبقى احنا لازم نبعد عن الناس دي وفورا. فدي عندك حق، احنا اتدربنا مع الناس دي والعالم، لو طولنا معاهم اكتر هنشيل مصايب اكبر. بس هنعمل ايه لو هربنا؟ هنروحوا فين؟ نروح اي حته مش مهم. ما بديهاش بقى، احنا نتوكل على الله وزينا. خليها على الله. يلا عبد الرحيم. ايه كده؟ ظابط ولا لابس لبس ظابط؟ ما خبرش، بس ده لا يمكن يكون ظابط طبعا. لو كان ظابط كان هرب زي زمايله. وليه ما يكونش محسن عرفه وعمال يضرب نار يعني عشان لما يجي الجيش يقول لك انا كنت بعمل اللي عليا وسايب الدنيا والعه جوه؟ يا ولاد الكلاب، بقول لك ايه، مش هينفع نمشي من الحته دي. الاحسن يعمل فيها ذكر علينا ويضربنا رصاصتين وياخد فينا نشان بعد كده. على رايك، ويطلع بالليل في نشره الاخبار يقول لك انا اللي قتلت الارهابيين. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي مع الصور ده لحد ما نلاقي اي طريق اسفلت. بلاش الاسفلت خالص، طالما في واحد واقف هنا يبقى تلاقي واحد واقف الناحيه الثانيه برضه وعمال يضرب نار، واكيد الاثنين مستنيين الداخليه او الجيش تيجي. بقول لك يا عبد الرحيم، احنا نطلع نجري مع الناس اللي ماشيه كده نوصل لاقرب حته يا اخي، ان شاء الله نطلع على مدينه السادات. هنعملوا ايه في مدينه السادات دي يا اخي؟ انت هتقعد ترغي؟ يلا عبد الرحيم، يلا توكل على الله. الو يا غالية، يا شوق الشوق يا قدع، وحشاني. ايه عامله ايه؟ طمنين عليكي يا ستي. يا ستي كلنا بخير. امال ايه؟ قوليلي، ما تيجي قبل ما نتكلم في اي حاجه تديني بوسه. وحشاني يا قدع. يا ستي ما تقلقيش على العيال، ما قلت لك العيال بخير. شقة عمتهم جنب معسكر الجيش على طول، ودي فاهمة حتة بورسعيد. المهم سيبك من ده كله، وحشاني وحشاني قوي قدع. الوحدة صعبة يا بت. يا ملك الشقاوة يا قدع. يا ستي الحراسة، العيال اللي شغالين عندي بيحرسوا الشقتين والمكتب واني معاهم، ما تقلقيش خالص. المهم اخبار ماما ايه؟ بصي لي ايدها وراسها، وحشاني. واخبار بابا ايه؟ في اسكندريه؟ الراجل ده ماله؟ ما خلاص مشى الحكومه الراجل الكبير، عايزين ايه تاني؟ خلاص خليه براحته. المهم قوليلي، مش محتاجه حاجه من بورسعيد؟ فلوس، اكله سمك، بقى حلال يا ينبوع الحنان. سلام سلام يا شوق الشوق، حلاوتك يا ملزلز. تصدقي وتأمني يا بنت المفكوكة، لو عملت ده من شوية كانت ليلتك بقت غبرة. يخرب بيتك، ده انا صدقتك، ده انا كنت عالي، ده انت واطي واطي. وانت عالي عالي. يلا يا بنت، يلا بينا كده فريش. يلا. مش خايف حد المساجين اللي هربوا يطلعوا علينا؟ مساجين يا بنت، والمقاطع اللي تحت اللي واخدين على قلبهم قد كده زينة يعني؟ وبعدين تهمك، ده انت لو مساجين سجون مصر كلهم هربوا وجم هنا مش هتقولي لا. يا ملزلز يلا يا بت، ده انت هتشوفي احلى اسلوب من شفوع المتين. تفتكر حد من ولاد الكلب دول ممكن يجي على هنا زي ما راحوا على المحافظه والاقسام؟ ما افتكرش يا فندم، كل العيال قاره الشغب دول شرفوا هنا قبل كده وعارفين ان المكان متامن كويس قوي، وعارفين ان هيبقى اخر يوم في عمرهم لو قربوا حتى في الشارع اللي فيه المبنى.
يا فندم دول عارفين كويس قوي ان ده مش مجرد اسم بوليس، في ضابط وعسكري اول ما يشوفوهم هيترعبوا ويجروا. ده احنا نصفيهم يا باشا. بس الهجره دي ده بس كده، واحنا هنحاسبهم حساب عسير. مش عارف تفتكر هتتلم بسرعه؟ افتكر يا فندم. احنا شايف ان القرارات الاخيره بتاعت تعيين سياده النائب وقالت الحكومه وتعيين الفريق شفيق عامله شغل كويس في الشارع. بعد ايه؟ بعد ايه بس؟ ما لو كانت طلعت القرارات دي من 25 يناير زي ما قلنا كانت هتفرق كتير يا هيثم. هو فعلا سياده الوزير اخطا في تقدير الموقف، ودينا اهو بندفع الثمن. سياده الوزير اللي اخطا بس؟ ما سعادتك قلت لي يا بيه ان الاخوان والسلفيين مش هينزلوا وهم نزلوا. لا يا فندم مش السلفيين كلهم، دول مجموعه منهم بس. لكن الاخوان هم حسبوها غلط. قال لك هوجه وفوضى وناس بتخرج وبتاع، قال لك نخش في وسطهم نخرب الدنيا، نكسر الاقسام، نهرب المساجين ويسيطروا على البلد. دي حسبه غلط بس. لكن تهدى الامور بس يا فندم وكل واحد هيتحاسب. مش عارف بس انت متفائل زياده عن اللزوم. طبعا يا فندم متفائل. الحكايه كلها بس في عنصر المفاجاه. مين كان يتوقع ان العرض ده كله يطلع؟ احنا يا فندم دلوقتي بندفع ثمن التعامل المفرط في القوه يوم 25، بس انا متفائل بالقرارات الاخيره وتاثيرها في الشارع، وكمان خطاب الرئيس وكلامه عن الفوضى. مع اللي حصل في الاقسام والسجون كل ده هيخلي الناس العاديه اللي في الشارع دي هي اللي تتصدى للمؤامره دي. وبعدين الاعلام عامل شغل كويس قوي يا باشا، بيتكلموا عن المؤامره الخارجيه وهروب المساجين بتوع حماس وحزب الله. كل ده يا باشا هيخلي الشعب يتلم حوالين النظام ويبقوا ايد واحده. متقلقش يا باشا، مش مصر اللي تقع، احنا هنطلع من الازمه دي اقوى من الاول بكتير. متقلقش. انا عايز استاذن حضرتك بس اروح اطمن على الولاد وارجع على طول. اتفضل يا سمية. اتفضل. ومن سامعك وانا اللي كنت فاكر نفسي راجل صعيد صح وهرمح كيف الحصان طلعت اي كلام. اطلعت انت اجدع مني. اجدع منك فين بقى؟ انا الود ود اترمي على الرمله دي انام لوش الفجر. ملعون ابو السجاير يا اخي اللي باظت صدر الواحد. اي والله ملعون ابو اليوم الواحد شرب فيه السجاير البنت الكلب دي. ملعون ابوه الف مره. انت عارف يمين يلاقيني على سجاره دلوقتي وانا اشربها لاخر نفس واحتمال اكل العقبه كمان. هذه اللي خدناها من بتوع الجامعات اللي خلونا ندسوها في الحمامات ونشربوها في السر. على رايك. بقول لك ايه؟ انا جسمي بيتنفض من البرد. احسن حاجه للبرد ده اننا نتحركه. طول ما احنا قاعدين هنحس بالبرد اكتر. وده برد صحرا. ذكر ما بيصدق. ماشي. ايه الصحرا اللي ملهاش اول من اخر دي؟ ايه ده؟ شايف النور اللي هناك ده؟ يا فرج الله. اه صحيح ده في لمبه منوره هناك. ايوه يطلع ايه ده؟ يطلع لا يطلع عبد الرحيم، واي مكان بس نشرب فيه ميه ونتدفى فيه بدل الطال اللي احنا فيه ده. عندك حق، ما تسالش عن سوق انت داخل عليه، تعال نروح هناك واحنا ونصيبنا. تعال عبد الرحيم. ايش قلت لك يا صاحبي؟ حظي ذكر. قضيت عمري هربان من رصاصه. ما كنتش عارف اني اخذها هني. ما تقلقش، ان شاء الله بسيطه. انا لازم اوقف النزيف ده باي طريقه. ما تضيعش الوقت واسمعني كويس. اسمع اللي اقول لك عليه محمود. يا محمود اسمعني انت يا عبد الرحيم وبلاش تكلم كتير. انا ما اسميش عبد الرحيم، انا اسمي موندي. موندي بخيت عبد الرازق ابو العيله من جنه، من بلد صغيره اسمها التمساحيه جنب رزيجات. مش هتوه يعني لو سالت عليها. أمانة عليك يا شيخ، أمانة عليك يا شيخ. تروح لأهلي وتقول لهم
وديت قاتل خلاص تخليهم يبعدوا عن ولدي ما ياخدوش بالضرب منه ما عدلوش الضرب عايز واص انا مش هسيبك انت سامع انا مش هسيبك احنا هننزل هنسلم نفسنا عند الناس اللي تحت وهم هيعالجوك انا لو نزلت هنزل لوحدي اقول لك انا مش هسيبك يا مندي اسمع اللي بقول لك عليها محمود ما تضيعش الفرصة يا صاحبي ما تموتش الحقيقة ما تدفنش الحقيقة في الصحراء انت لازم تنزل وتثبت براءتنا يا محمود مفيش حد غيرك هيقدر يعمل كده روح يا محمود الله يرضى عليك روح وادخل سلام يا مندي سلام يا بتخالي لا اله الا الله محمد رسول الله روح يا محمود ما عايزينش نبقى اتنين روح افتكروا بوليس ده مفيش عسكري فيك يا مصر من امبارح ربنا يستر مساء الفل يا رجاله مساء الفل يا دكتور في حاجه بقول لك يا دكتور من غير زعل كده الناس اللي انت مخبيها عندك جوه دي لازم تسلم للجيش دلوقتي فورا ليه يعني بيقولوا في التلفزيون ان في عناصر اجنبيه مؤسسه في البلد فيهم اللي جاي من ايران وفيهم اللي جاي من اسرائيل عايزين يولعوا في البلد كده واحنا بصراحه ما يرضناش نمشي في خراب بلدنا يعني لا مية مية يا رجاله في دي ما اقدرش اقول لكم على حاجه كله اللي خراب مصر طبعا طب ما تيجوا اعرفكم على عناصر الاجنبيه المدسوسه خشوا يا رجاله خشوا ما تكسفوش استنى يا رجاله السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته معلش يا جماعه اصلا بيقولوا في التلفزيون ان العناصر الاجنبيه دي عامله زي المصريين بالظبط بتتكلم زينا تمام وشكلهم شبهنا طب طلعوا بطايقكم يا رجاله ولا يمكن كمان تكون البطايق مزوره عموما بصوا فيها مش هتخسروا حاجه اعتقد التزوير مش هيخيل عليكم ولو جدعنا ان احنا ناخد ناس ضيوف ونسلمهم وفيهم واحد مصاب اعملوا اللي انتوا عايزينه هي كده كده الناس دي نازله التحرير بكره الصبح الناس دي مش طايقه تقعد هنا لحظه واحده يا عين امك يد تقريت يد
يا انت طهريت عايز تودينا في 60 ده؟ الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. معلش يا اسطى والله غصب عنك. غصب عنك ايه يا دي الطراوه دي؟ وبعدين ايه اللي دخلنا بالحيطه المقطوعه ده؟ انا غلطان اللي سمعت كلامك. والله شكله بيفك لوحده يا اسطى. هو ايه اللي بيفك يا احنا ايه اللي جبنا في حته مقطوعه زي دي؟ ما كنا ماشيين في الورس على الطريق. انا كنت نايم يا اسطى ما خدتش بالي. اخرس يالا. حاضر يا معلم. الله يخرب بيت اللي خلفوك، هنعمل ايه دلوقتي؟ بروح هات المفك الصغير كده اما اشوف الفكرتين دول، يمكن مش واصله كهربا لل... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اي خدمه نقدر نقوم بيها يا اسطى؟ والله احنا ماشيين العربيه بطلت منا فجاه ومش عارفين نعمل ايه. طب دور كده يا كابتن. روح دور ياد روح. على اذنك يا اسطى. كنا ماشيين في امان الله، انا الغلطان، قال لي نختصر الطريق. دور تاني ياد. بس يا كابتن. اديني المفك والنبي يا اسطى. دور كده يا كابتن. انا دور ياد. حاضر يا معلم. الله ينور عليك. العربيه كانت واخده هوا اصلا. الله ينور عليك يا باشمهندس. روح ربنا يكرمك. اتفضل. بتعمل ايه يا اسطى؟ عيب كده؟ انا بخدم وبس. يا هندسه ده مجرد شاي، خد. يا اسطى عيب مش القصد. بقول لك ايه؟ انت طالع اسكندريه؟ احنا رايحين لحد برج العرب ان شاء الله. طب ما تاخدني في طريقك، انا بقالي 4 ساعات هنا ما حدش عايز يقف لي. ولو قعدت 4 اسابيع ما حدش هيقف لك ولا يقول لك انت بتعمل ايه؟ يا باشمهندس انت قاعد هنا في المزارع مش دريان بالبلد حصل فيها ايه؟ الدنيا قربانه. انت ما عرفتش ان في مساجين امبارح هيربوا من وادي النطرون ولا ايه؟ ان ما شفنا حد منهم ومعلمي طول ما احنا ماشيين. كان نفسي اتعامل بقى. اعمل ايه يا عم غور؟ واد عبيط من ساعه ما ادونا السلاح بقول لي يا اسطى لو شفت حد من المساجين اضرب عليه نار. ليه حق، يستاهل اكتر من كده كمان يا اسطى. اله يا رب كل المساجين اللي هربت تولع في ساعه واحده. اللي يعني هو الهندسه جاي منين؟ انا اصلي شغال في مزرعه هنا يا اسطى عند واحد باشمهندس، وكنت بنزل اسكندريه يوم ويوم لا، ومن ساعة ما الدنيا ولعت وانا مزنوق هنا. بس بيقولوا ان الجيش نزل يعني وظبط الدنيا. يا عم والله ما عارفين اذا كانت اتظبطت ولا اتنيلت ب60 نيلة. كل اللي نعرفه من ساعة ما حصلت المصيبة اللي حصلت في البلد دي والمصنع اللي احنا شغالين فيه ادونا سلاح وقالوا لنا اتصرفوا انتوا مع نفسكم ولغوا وردية الليل، يعني احنا نروح في 60 داهية وهم يقعدوا مستريحين. بس البشمهندس يعني شكلك ابن ناس يعني ونضيف، ايه اللي يرميك الرميه السودا دي؟ اكل العيش بقى يا اسطى. حد لقى شغل في البلد دي؟ شايف يا ابن الفرمة، شايف البواد بيشتغلوا ايه؟ انت بس عمال تشتكي ليل ونهار. نزل ياد الكابينه. مش هيعمل نار. نزل امشي ياد ولم الزراديه دي ونزل الكابينه. اتفضل يا هندسه. اتفضل يا باشا. الله يبارك لك يا اسطى. مش دي كينج ماريوت يا اسطى؟ هي خلاص هان. طب متشكرين يا اسطى، انا هنزل هنا على جنب. ايه ما تستنى نقربك شويه كمان. معلش يا اسطى، اصل الراجل اللي انا شغال عنده فيلا هنا في كينج ماريوت، فبدل يعني ما اروح وارجع له هنزل اديله المفتاح وهو يوصل لي بمعرفته. نزلني هنا يا اسطى. متشكرين. وليه يا عم؟ اصبر شويه، ننزلك قدام اي فاتحه يكون فيها توك توك ولا ميكروباص يوصلك لحد جوه. لا معلش يا اسطى، انا هتمشيها لحد هناك. متشكرين يا اسطى. يا جدع طب استنى نعدي الكمين. يا ابني لازم انزل هنا. انزل هنا. ايه هندسه؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ اما شفت الكمين كده اتقلب كيانك يعني. ما تفهمنا ايه التيته؟